المسألة هنا بتقول لي يا جماعة ونعملها بقى احنا ايه، هعملها معاكم كده على طول. السؤال بيقول a weight of 80 gram weight is suspended by a string string واحد fixed in a vertical wall. يعني ادي حيطة اهي vertical، استاذ كريم داخل، ادي الحيطة الفيرتيكال بتاعتي، في string متعلق فيها، ادي السترنج اهو. The weight is pulled، طبعا هو بيقول لك ان الويت بتاع البادي 80، طبعا ده فيرتيكالي داون ووردز على طول. يبقى يا جماعه اللي انا رسمه ده الفيرتيكال وول اللي الراجل قاله لي، ده السترنج طبيعي يساره يطلع منه يراندا تنشن اهو، يطلع من البارتيكل، وقال لي ان الويت بتاع البارتيكل 80. طبعا يا جماعه لو على قد التو فورسز دول مستحيل يحصل ايكوليبريم، ما انت السترنج كده هيجي على الحيطه. طب ازاي بقى اثبته؟ قال لي بص بقى، the weight is pulled by a force perpendicular to the string. يعني ادي السترنج اهو، في فورس هنا perpendicular عليها اسمها F to the string till it becomes in equilibrium، يعني قعدت تشد فيها لغايه ما بقت equilibrium. When it's inclined on the wall by angle 30، يعني الانجل اللي ما بين السترنج والوول بقت 30 degree. Find in case of equilibrium the force, the tension of the magnitude of the force and the tension in the string. اسمع افكار بس الانجل 120 ثانية 150 الانجل في اف. طيب بص هعمل اكستنشن للاف؟ لا ممكن اعمل اكستنشن، هنعملها يا منى دلوقتي، بس الاول نقول الطريقه السهله. يسار انت ورندا وميسون، مش ده فيرتيكال والويت برضو بينزل فيرتيكال، يبقى الاثنين دول بارلل لبعض، عملوا يا شباب حرف اليو. هي سما؟ ايوه. ما دام حرف اليو دي 30 يبقى يا مستر اكيد كانوا سبلمنتري، يبقى اللي جنبها 180 minus 30 اللي هي 150. الثالثه دي يا رندا اجيبها يا حاتم ب 360 يا كريم انت وشاب، هعمل 360 minus bracket 90 plus 150 ادتك 120. كده يا جماعه اقدر اعمل لامي ولا فورسز تراينجل؟ لامي. طب حد يملهني كده؟ ها اف على 100 ساين 150، اف على ساين 150 اللي قدامها يا ميسون اهي بين الاثنين، تي اوفر ساين 150 وال 120 تي ساين 120. اخر واحده بقى 80 اوفر ساين على 90. كده خلاص خلصت المساله عن طريق الكروس مالتيبليكيشن، بصراحه دي اسهل طريقه. طيب البني ادم بقى اللي ما يعرفش حرف اليو وما خدش باله ان هما بارلل، المفروض ما يعطلش، هيعمل اللي منا قالته. اسمعوا بقى اللي هيحصل دلوقتي ده، نمسح بقى معلش كل ممكن يعمل كونستراكشن تراينجل، تبقى تراينجل. ايوه استنى بس، ادي هم انا بتكلم يا جماعه، لو انت مش عارف موضوع اليو وما خدتش بالك منه، طيب اهو اهو بصوا بقى نعمل ايه. هعمل زي ما منا قالت، قالت لي يا مستر اعمل كده اكستنشن. طب يا منا مش ده ستريت لاين؟ دي ب 90، يبقى برضو اللي وراها بكام يا دي حديدي؟ ب 90 تراينجل 90 و 30 يبقى ده 60. مش ده بتاع ثالثه اعدادي؟ احط فين ال 1 وفين ال 2 وفين الروت 3؟ ال 1 عند ال 3 و 6، ال 1 قصاد ال 30 اهي. يبقى الهايبوتنس كام؟ 2. ما هو قلنا اللي قصاد ال 30 هاف الهايبوتنس، الثالثه حافظينها بايثاغورس روت 3. دلوقتي اقدر استخدم تراينجل اوف فورسز، يعني نعم انا ممكن اقول مثلا الزد دي ب 60 يبقى الثانيه ب 60 وهتطلع نفس الاجابه الايه 60 و60. ممكن اهو ايوه ممكن زد. لا ما انا بتكلم يا هوندا على اللي ما خدش باله من البارلل خالص بقى. طب انا ده اف اف
مين السايد بتاعها اللي هو كام يا شباب؟ ها؟ مين الاكستنشن بتاعها؟ ال1 اف اوفر 1 ايكوال 80. مين يا جماعه اللي بارلل لل80؟ ال2 80 اوفر 2 وتي روت 3. اخر واحده التي هي هي مين؟ على اللينث اللي اسمه روت 3. برضو خلصت كروس مالتيبليكيشن اف. طب مستر قول يا ساره. مستر في طريقه ثالثه ممكن تبقى غلط وممكن لا نسمعها. طيب قولي. هنرسم straight line perpendicular على ال wall. من هنا يعني كده؟ لا هيبقى perpendicular على ال wall وهو هيعمل triangle كده. مش عارفه اقولها ازاي. اه كده كده اهو. ايوه تمام. بس فتبقى 90 وهيبقى فيه بتاعه ب 60. ها وبعدين هيبقى في واحده ثانيه ب 90 ونجيب بقى اللي هو اللي هو زي اكليديان. اللي هي perpendicular forces triangle. ايوه ممكن بس بعيده قوي دي يا ساره بصراحه. هي بصراحه اسهل واحده كانت حرف اليو اكيد يعني لو خدنا بالنا واللي بعدها لو عملنا اكستنشن. بس تمام تفكير حلو جدا. طيب تعتبر اخر واحده بقى يا سما. خلاص يلا يا سما كده انا وانتي. ريدي يا سما؟ سما معايا؟ اه تمام يا مستر. يلا يا سما. A light string AB. عندي خيط اسمه AB. اللينث بتاعه 8. خلي بالكم نفرق بين اللينث وبين التنشن فورس. اللينث 8. بصي بقى الايه يا سما. It's terminal A. هو يا جماعه الخيط ليه تو terminals A و B. It's terminal A is fixed at a point. طيب اهو يا مستر اهو ادي الـ A fixed at يعني لزقناها كده ثبتناها في point. A weight of 300 gram weight is suspended at the other terminal B. يبقى هاجي يا سما عند الـ B وانزل بالـ A بالـ weight اللي هو 300 بالـ 8. لا بالويت اللي هو 300. هي دي ال 8 سنتيمتر. هو السترنج نفسه هو ال 8 سنتيمتر يا سما. لكن قال لك الاي ثبتناها في بوينت اما البي نزلنا من عندها ويت 300. بصي بقى قال لك ايه. هو طبعا المنظر ده يا سما مش كفايه علشان يبقى اكوليبريم. قام قال لي ايه بقى. فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا نيدد فورس تو كيب the weight in equilibrium at a distance 4 cm from the horizontal line passing through A. يبقى اول حاجه ارسم horizontal line passing through A. متعلمين من زمان كلمه distance يعني perpendicular distance مش المايله. كلمه distance يعني المسافه perpendicular. فهو بيقول لي ان المسافه دي 4 سنتيمتر. المسافة البربنديكولار على الهوريزنتال. طيب نشوف بعد كده الراجل قال لي ايه. قال لي هات لي التنشن. على فكرة يا جماعة احنا نسينا نكتب ان هنا في تنشن. بيقول لي هات التنشن in the string in each of the two cases. يعني الراجل يا سما كأن عامل لك مسألتين. أول مسألة يا سما if the force is horizontal. يبقى ارسم الفورس ازاي يا سما؟ parallel. ايوه اللي هي كانها تقصدي كده؟ ايوه بالظبط parallel. ماشي هي دي يا جماعه هي الهوريزونتال. طيب يلا يا سما قولي لي هل هتعرفي تجيبي انجلز ولا سايتس ولا هتعملي ايه بالظبط؟ لا بالسايتس. طب انا موافق. قولي لي هتعملي ايه؟ هستخدم اللي هو F1 over AB اللي هو اللي انا هجيب بيه اللينث يعني. لا مش الاول لازم تجيبي لي الاي سي بكام ولا لا؟ اجلس. هنجيب الاي سي باستخدام ايه يا شباب؟ مش عارف ليه بقى هتطلع بايثاجورس. هيطلع سكوير روت.
8 باور 2 ماينس 4 باور 2 طلع 4 روت 3 سنتيمتر. فدلوقتي سما بتقول لي يا جماعه، بتقول لي يا مستر مادام عندك اللينث اوف سايتس استخدم القانون بتاع الترينجل فورس. طب يلا يا سما هتقولي لي كل فورس على السايد اللي بارلل ليها او بتاعها. مليني بقى الاف بارلل لمين؟ اوفر 8 لا روت 3 الاف. هي بص بص يا سما الاف بارلل لمين؟ هي مش هي اوفر اي بي اللي هي 8؟ على حسب المساله يا سما، هي مش محفوظه اي بي يا سما. الفورس على اللاين اللي بارلل ليها. شوفي هنا الاف بارلل لمين؟ بارلل للفور سكوير روت 3. بس كده، ما احنا ما بنقولش اف 1 واف 2 اف 3، احنا ما نعرفش مين اف 1 ومين اف 2 اف 3 يا سما. القانون بيقول الفورس يا اما على اللاين نفسه لو هي عليه زي التي كده، يا اما على البارلل لي او الاكستنشن لي ايكوال. كملي يا سما. ال 300 مين الاكستنشن بتاعها؟ الفور جدع. طيب ايكوال التنشن مين بتاع التنشن؟ ايت الايت. خلصت المساله. هتعمل يا جماعه كروس مالتيبليكيشن، جابت الاف وجابت التي. طيب الناس اللي ما بتحبش الترينجل اوف فورسز بتعمل ايه بقى؟ هيقول لي يا مستر الحق، الترينجل ده رايت ودي 4 ودي نص ودي 8، يعني الفور نص الهايبوتنس، يبقى هنا يا مستر انجل 30. كلامي صح يا جماعه؟ هذا كريم كلامي صح ولا غلط؟ انا بحاول اجمع يعني. بص 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 بص، الفور مش هي هاف الايت ولا الكلام ده غلط؟ ايوه صح. مش امتى بيبقى في سايد هاف الهايبوتنس؟ امتى؟ 90 لما بيكون قصاده انجل 30. فكده انت عرفت ان دي 30 ودي 90، يبقى هنا 60. طب بص كده يا 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 راندا، ده ستريت لاين 60، يبقى اللي جنبها 180 ماينس 60 طلعت 120. طبعا باين قوي ان دي 90 وان دي كمان 90. اللي هيعرف يجيب الانجلز هيعملها لي بلامي مش بالتراينجل اوف فورسز. تمام. طيب احنا نعتبر خلصنا، فاضل بس النص الثاني بتاع المساله. بيقول لي ايه في النص الثاني؟ بيقول لي طيب لو الفورس بتاعتك مش هوريزونتال بقى، اسمعوا يا جماعه بقى اللي هيتقال دلوقتي ده، لو الفورس بتاعتك مش هوريزونتال امال مالها يا مستر؟ قال لك لو الدايركشن اوف ذا فورس بيربنديكولار تو اي بي، ادي الاي بي اهي، يبقى يا مستر عامله كده، هي دي الفورس. الواد حديدي بيحب المساله دي. الواد يا حديدي مادام دي 90 تقدر تجيب لي الانجل الصغيره اللي جوه دي ولا لا؟ 30. ما انا جايب ان دي 60 90 ماينس 60 بقت 30 كده، اللي هو 30 في الناحيه الثانيه من 30 بالظبط. هنا هقدر اعمل ماينس من 360. بقى عندي الانجلز اعملها يا جماعه لاميز رول. في ناس للاسف قالوها لي بطريقه صعبه شويه، قالوا لي يا مستر انا هقفل كده، دي بقت اكليديان رايت، نزل منه رايت، نجيب ده الاول ببايثاغوراس واشتغل بالبيربنديكولار فورسز تراينجل اللي هو ايه باور 2 واعمل، بس هتبقى بصراحه صعبه شويه. عايز الناس تسمع المساله دي تاني في الفيديو وتذاكرها كويس عشان تفهمها. خلاص. طبعا دي المفروض اخر مساله، انتوا اللي هتقروها بنفسكم وتحلوها لي، مش دلوقتي يعني، بعد الحصه. ده الحل بتاعها عامه، بس عايز الناس هديها فرصه ترسمها مع نفسها وتحاول تفهمها وتحلها، ولو في مشكله نبقى نشرحها مع بعض المره الجايه. يعملك ايه دي؟ ايه بس يعملك ايه؟ يعني نعملها مع بعض؟ مش عارف احلها. شفت خليتكم انتوا اللي تقولوا نعملها مع بعض. بص المساله بتقول ايه؟ A body of weight W نيوتن is suspended
by two strings. ادي يا جماعة body الويت بتاعه W suspended by two strings. واحد قلنا عليه T1 والتاني قلنا عليه T2. The first inclines on the vertical by angle 30. ادي الفيرتيكال اهو بيقول لك الخيط الاولاني بيميل على الفيرتيكال بانجل 30 and passes over a fixed smooth pulley. عدى على بكره. ادي البكره اهي اللي هي الدايره دي. طب اكيد ما دام عدى هينزل الناحيه الثانيه and carries at its free end في النهايه بتاعته بقى a weight 16 root 3. هم نازلين تحت 16 روت 3 وطبعا عملنا هنا برضو T1 ما هو ده بقية الخيط فطبعا تنشن ده وهو تنشن ده T1 و T1 عشان نفس الخيط. طيب الناحية التانية The second string inclines on the vertical by an angle theta. ادي السكند string بيميل على الفيرتيكال بانجل اسمها ثيتا and برضو passes يا حاتم over a smooth another fixed smooth pulley اهي عدى عليها and carries at its terminal a body of weight 16 نيوتن. قمنا نازلين تحت 16 طبعا سمينا اللي داخل على البولي T2 وبرضه اللي داخل على البولي T2 مادام نفس السترنج. Find in equilibrium case the value of W and the value of theta. الناس بقى تركز معايا. احنا دلوقتي رسمنا الرسمه بالشكل المجعلص الغريب ده. فين يا مستر؟ التلاتة فورسز بتوعي هتلاقيها من الاخر ال W وال T1 وال T2. هو انا في حاجة عندي بريل على حاجة؟ نعم؟ في حاجة عندي بريل على حاجة؟ مش سامع مني. في عندي حرف U. هنشوف دلوقتي كده مع بعض. السؤال الأول يا منة بقى بما إنك اتكلمتي قولي لي. ما دام الراجل قال لك in equilibrium مش المفروض يبقى T2 T1 قد ال 16 روت 3 ولا لا؟ yeah. دي بقى يا جماعه اللي قلناها اول الحصه. لو عندك بادي ازاي يبقى equilibrium under two forces؟ مش قلنا لازم يكونوا قد بعض opposite in direction ولا لا؟ فاول حاجه هقولها له ان T1 ب 16 روت 3. طب حد يقول لي ال T2 بكام؟ 16 عشان الايكوليبريم اللي فوق قد اللي تحت. كده انا جبت T1 وجبت T2. ركزوا بقى في التلات في الرسمه اللي في النص دي اللي هي عامله كده 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 تحت ال W. هنا T1 اللي هي 16 روت 3 هنا T2 اللي هي طلعت 16 والراجل قال لي ادي الفيرتيكال بتاعك هنا انجل 30 هنا انجل ثيتا. راوند 80 ماينس الانجل. لا اصبر بقى علينا بقى مش هنعملها بالطريقه دي خالص يا دي راوند. تنفع دي. تنفع ايه؟ ماشي. مش هتنفع ال 180 عشان عندي ثيتا انون. هتبقى رخمه شويه هندخل في ساين وكوزاين والقصص كده. بصوا يا شباب بقى. مش قانون لامي بيقول الفورس على ساين الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين ولا لا؟ انا هعتبر ان الدبليو طبعا هي الاكستنشن بتاعها. تاني الدبليو هي مين يا جماعه؟ الاكستنشن بتاعها. فلما اجي اقول لك 16 روت 3 فين الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين؟ ثيتا بلس 30. ركزوا يا جماعه انا عندي دلوقتي ثلاثة فورسز W 16 روت 3 16. انا لقيت نفسي مش عارف انجلز لقيت الراجل مديني الحته اللي فوق الفيرتيكال 30 و60 وثيتا. انت خليك ذكي ال دبليو هي ال16 هتبقى 30 و16 روت 3 هتبقى بتاعتها الثيتا اللي هي الانون بالظبط. بس استني بقى مني خليهم يفهموه. ادي يا جماعه خليك ذكي ال دبليو دي ارسمها على الاكستنشن بتاعها. فلما اجي اقول لك ال16 روت 3 هتاخد انهي انجل؟ فانت هتدور لي على الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين اللي هم الدبليو وال16. مين اللي في النص ما بينهم؟
الثيتا، فقمت قايل 16 روت 3 اوفر ساين ثيتا. حد يكمل معايا؟ بص هو مش فيك قانون نص شو قانون اللي هو مثلا لو ساين 30 هي ساين 150 تمام يبقى هنعمل نفس الحوار ده هنا. ايوه ماشي ماشي، خلينا دلوقتي بنقول اسهل واحد. حد بس يكمل يا كريم معايا، لو قلت يا حاتم 16 مين الانجل اللي ما بين الاثنين التانيين؟ 30 فبقت 16 اوفر ساين 30. اهي دي مفتاح الاجابه عشان الاثنين كملوا. اخر واحده بقى W، مين الانجل اللي ما بين التو فورسز التانيين؟ حد يملهاني كده. ثيتا بلس 30 فبقت W اوفر ساين ثيتا بلس 30. طيب اول حاجه هعمل الاثنين دول كروس ملتيبليكيشن، اللي هيطلع يا ميسون ساين ثيتا، عشان اجيب الثيتا اعمل شيفت ساين روت 3 اوفر 2. طلعت الثيتا ب 60 ديجري. بعد ما طلعت الثيتا ارجع عوض بيها هنا، فهتبقى ساين 60 بلس 30 اللي هي 90. اعمل كروس ملتيبليكيشن طلعت لك الدبليو 32 نيوتن. يبقى بس كان فيها حته ذكاء صغيره ان الدبليو عملت له الاكستنشن بتاعه واعتبرت الثلاثة فورسز ال 16 وال 3 والدبليو اللي فوق وال 16 اللي على الشمال، وكاني لغيت يا جماعه اللي تحت دي خالص. الهوم ورك ايه عشان تمرين؟ الهوم ورك هيكون الكويز بتاعها اللي في المعاصر، كويز 4. كويز 4 في المعاصر، في الاستاتكس يا جماعه مش في السوليد جيومتري. تمام؟ معلش تعبنا في حصه النهارده شويه بس خلاص يعني هانت يعني. فاضل لنا حصه ونخلص. ايه يا هوندا؟ مش هيكون في شيت؟ لا مش في البوكلت، في الشيتس، في المعاصر كويزز. مستر احنا كده فاضل لنا درس خلاص المنهج ولا ايه؟ درس ستاتكس ودرس سيركل اللي هو الجيومتري، ونبقى خلصنا المنهج كله. طيب ماشي. هيتحول يا جماعه فيديو وابعته لكم ان شاء الله على طول. السلام عليكم.